نعم. يعني ما يحتاج أن نذكر اسم أو اسمين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين. يغلب عليها التقليد، يغلب عليها التقليد لابن تيمية. هم يرون أن ابن تيمية يعني لا يخفى عليه شيء يعني من علوم الإسلام، وحتى في ظني في الأرض ولا في السماء، كما قال أبو عبد الرحمن الواسطي في كتاب ألف عن سيرة الإمام ابن تيمية، أول رسالة عن أبي عبد الرحمن الواسطي كان يحلف لأصحابه، قال والله ثم والله ثم والله إن صاحبكم لا يعلم ما في السماء وما في الأرض، يعني بمعنى الكلام يعني. فالغلو في ابن تيمية، نحن هذه محنة عالم الإسلام اليوم، وحتى محنة السنة قبل الشيعة وقبل المعتزلة وقبل أهل السنة أنفسهم محاصرين يعني بانتشرت آراء ابن تيمية في المغرب لأنها تسري بين العوام. أنا أيام بداية الطلب كنت معجبا إعجابا كبيرا بابن تيمية، لكنني عندما اختبرت كلامه كنت أخذ 5 أسطر وأختبرها اختبار، فيخرج عندي يعني الأوهام يعني المغالطات وتخرج كثيرة. يعني عندما أعطيك، ولو أن ما نريد أن ندخل في ابن تيمية، لكنه هو نموذج للناصبي الواضح، إلا أنه لم يفصح، يعني لم يقل أنا ناصبي، بقي متسميا بالسنة، مثل ما لا يقول أنا مجسم، إلا أنه ينتصر للتجسيم. وهذا العقول، وهو صح حقيقة صاحب عقل كبير، والعقول الصغيرة ما تكتشف العقول الكبيرة. يعني دهاء معاوية مشى على نصف الأمة، دهاء إبليس مشى على أيضا كثيرين، لأن الدهاء هذا ما يكتشفه الحمقى أو المساكين العامة، يعني ما يكتشفون، إنما يكتشفه الناس بعد بحث، البحث العلمي.